السلام عليكم. هذه كتسمى الرولي ديال الايرباك ولا البواتي ديال الايرباك، هذه هي المسؤوله على الايرباك فاش تيخرج في السياره ملي كتوقع الحادثه. هذه ملي تيوقع خروج ديال الايرباك كتولي خاصك اما وحده بحال هذه ولا كتعاود تروي بروغراميها، يعني كتعاود البرمجه ديالها باش كترجع فيرج، يعني بحال خديتيها جديده من لا ميزون. الى جيتي بغيتي تاخذها طبعا كيكون الثمن شي شويه غالي مرتفع، اللهم هي ديالك ني تعاود تفلاشي. حنا اليوم غنتكلموا على الطريقه كيفاش كتفلاشي بجميع المراحل، كيفاش كتفلاشيها وكيفاش كتبروغراميها. غنبداو من زيرو ان شاء الله. هنا اول حاجه كنتابعوا ليها هو هذا الريفيرونس. هذا الريفيرونس كيخليك كتعرف اش من نوع السيركوي فيها، واش من نوع ديال الفلاش، واش من جميع المعلومات. المهم حنا غادي نتكلوا على الله، غادي نفتحوه بعدا هو الاول. من بعد السيركوي كتولي كتعرفوا عاب التجربه ديالك، واخا ما حتى كي تلقى كيبقاو دوك الارقام اغلبيه كيتعاودوا، حيت كاين اللي عنده ايبروم، كاين اللي عنده سيركوي كبير، كاين اللي عنده فلاش، كاين وشاركوا في هذه القناه لانها غادا تولي كدير بحال هذه الفيديوهات، وغتشوفوا الطريقه ديال الفلاش ديال حتى البواتيات ديال الموتور، وكيفاش تحيد الكود، كيفاش هادشي كامل ان شاء الله. يعني اي حاجه عندها علاقه مع الالكترونيك ديال السياره، حتى لانستالاسيون ديال واحد الانواع ديال لوجيسيال. حنا كما كتشوفوا حنا فتحناها، وهذا السيركو هو المسؤول على اللي غادي نحيدوا ليه نقادو باش نديروا ليه الفيرج. وكما ينتابع الجميع هنا راه كيتقلب، يعني ديما اما كتكون نقطه ولا اس تي ولا اتميل، ديما ما السيركوي ما تقلبوش. شوية البرد السيكو حطيناه هنا، غادي نجبدو السيكورة، نحاولو ندير لها شوية جي بي تي نغسلوها باش ما تكونش الايزولاسيون، باش ما يكونش ايزولي. يعني هي شوفوا الاس تي في كاينه، اس تي كاينه في الجهه اليمنى، يعني في الجهه اليمنى غنحطو. صافي ان شاء الله غادي نركبوه دابا في السيبورة ديالو. قبيله قلت لكم نعقلوا على هاد الريفيرونس، نمشيو دابا غادي نقراو. هذا الاكس بروغ مش غادي نقراو،
اس تي عنده سيركوي يعني 95 160، الرقم ديالو النيميرو ديالو، يعني انسان ملي كيبغي تيفتح ضروري صفحه جديده، بعد كدير ريد يعني كتقرا ليكتور. ها هو السيركوي داز، ما كيعطينا المعلومات كامله اللي كاين في داك الدامب، يعني الفيشي ديك المعلومات اللي كامله، واش اللي راه باك خارج ما خارج، النيميرو ديال الفين، المهم معلومات. هنا غادي نكتبو، غنوصلو قبل بعدا غادي نكتبو د الريفيرونس باش نعرفو. هدا غادي نصوفا كاردي وغنكتبو فيه ديال ديسونسات، هو ديال الايرباك هادي ديال ديسونسات، نكتبو هاد الريفيرونس 0 285 010 702. غادي ندير ريسوف كارد صافي، غنريدوي هدا، نديرو ريدوي. ها هو كيما كنشوفو، ها هو الفيشي داز 207. غنفتحو اللوجيسيال، غادي نمشيو لبيجو، ها بيجو نفتحو هدا، غنمشيو ل 207. ها هو بوش، غادي نقلبو على نفس الريفيرونس، يعني 0 285 010 702 هو هذا. دابا غادي نفتحو داك الفيشي اللي كنا حطيناه البيرو، هيا غنديرو كلير كراش، يعني غادي نحيدو الكراش، يعني غادي نرجعوها بحال انها عمرها ما مخرج، ان الارباك عمرو ما خرج كلير. وغادي نديرو ليه السوف كارد، هيا 207 كلير صافي. سال الدور ديال اللوجيسيال، غادي نفتحو البروغرامور من جديد، غنفتحو هذاك الفيشي اللي صاوبنا هي هادي، ندير لها رايت صافي. دابا دازت بحال لي رباك، دابا كيعطيك انا عمرو ما خرج، كتسمى فيرج. دابا هاد البواتي غتولي فيرج، بحال خديتيها من لا ميزون ما خرجش فيها لي رباك، وغادي نركبو دابا ان شاء الله. كنتابعو الاس تي، الاس تي ما خصهاش تقلب كما قلت لكم قبيله.